السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط، رجعت إياكم نكمل حل أهم الأسئلة المرشحة للامتحان الوزاري وسلسلة الأسئلة الوزارية. طلاب الأعزاء، عندنا بهذا الفيديو راح نتعلم على الماتش التوصيلات الخاصة باليونت الثاني. عندنا have a picnic و have a rest، وعندنا go 3 مرات، go to the shopping، go shopping، go to the cinema، go fishing. وكذلك عندنا السكور، سكور جول، سكور ابوينت. عندنا السبيند، سبيند ذا افترنون، سبيند سم تايم، سبيند ذا مورنينج. عندنا الوين، جيم، يربح لعبه. واتش تي في، او يقول لك تي في بهالصيغه هاي او التلفزيون بهالصيغه هاي. واتش جيم، وريد ستوري، وريد دو هوبي، و بارو بوك، رايت لتر، بلاي جيم، كيك ابل. هذا طلاب الأعزاء لجميع التوصيلات الخاصة باليونت الثاني، وهاي مهمة طلاب الأعزاء، لازم تضبطوها ولازم تحفظوها. أما بالنسبة طلاب الأعزاء، طبعا لا تحفظوها ورقة وقلم، بس للدلائل تحفظوها. عندنا write word that match this definition، تعاريف. هنا طلاب عندنا someone who write a work in the office، الشخص اللي الشخص ما يعمل بالمكتب هو موظف. عندنا well known اللي هو معروف او مشهور، هو famous. وعندنا طلاب الاعزاء هنايا اخذ دلائل مثل office، clerk، وعندنا well known، famous. عندنا هنايا to exhibit or display، طبعا للعرض، هي show، عرض. business، money after expenses، يعني الاموال بعد الربح، هي profit، ربح، يعني وبعد الخبرة ربح. assessments of something، هنا ريفيو، وتقييم الأشياء هي ريفيو، مراجعة. وعندنا طلاب الأعزاء عندنا بعد أسكاري بوك، كتاب مخيف أو فيلم أو لعبة هورر. Your opinion and facts about book، film or play، يعني رأيك حول حقيقة من الكتاب أو الفيلم أو لعبة، هو ريفيو، مراجعة. Activities like running، jumping and swimming، هنا عندنا activities من كلمة swimming، يعني نشاطات حول القفز والرياضة، العفو، القفز أو الركض والسباحة هو sport، من كلمة swimming، sport. always having silly accident، دائما يعمل حوادث سخيفة، هو clumsy، من silly accident، clumsy. اختاروا دلائل يعني حتى لا تحفظون الجملة كلها وتتعبكم. funny book، كتاب مضحك، كوميدي أو فيلم أو لعبة. appears in book، الشخص اللي موجود بالكتاب او فيلم او اللعبة هو الكاركتر. هذا طلاب الاعزاء هي تعاريف. تجي السؤال الثالث فرع، السؤال الثالث فرع اي، اذا تجي السؤال الثالث فرع اي. هسه طلاب الاعزاء راح نجي ناخذ الاسقاطات. الاسقاطات طلاب الاعزاء السؤال الثالث فرع سي، يجيك طلاب مجموعة من الكلمات فوق وانت تنزلهن بالفراغات. Now would you like، احنا تعلمنا بالأسئلة مع القواعد اللغة الإنجليزية، would you like to come to the school graduation party with me. ناس شو الطلاب، would you like، would you، إذن من كلمة you like، would you like، نختار لها would. are you free on Thursday، إذا انت عندك مجال، فارغ يوم الخميس، إذن free و Thursday، هذه دلائل. is a Friday better off for you، إذا من كلمة Friday نختار better. tell me if you prefer، أخبرني إذا كنت prefer، تفضل Thursday or Friday، الخميس أو الجمعة. we don't need to get ticket in advance، عفوا، نحن لا نحتاج أن نحصل على ticket، إذا ticket طلاب، advance with in advance يعني ticket، we need ticket، تعرفونه ما حتروح لفد مكان يقول لك قصة ticket، حتى دلالة نختار need. It start، إنها تبدأ الساعة الثامنة، من كلمة الثامنة نختار start. The seats، المقاعد، تكلف 15,000 دينار عراقي، نختار لها cost. shall I get the cheapest، cheapest، من كلمة cheapest تذكر، اختار shall. هنا طلاب الأعزاء عندنا is، falls، pots، spills، trips، drops، slips، راح نخليها هنا my brother is very clumsy، أخي جدا سخيف أو ساذج يعني. in the first upside my brother puts، أخي وضع salt، طبعا جت بالدور الأول 2024، salt in my mother tea instead of sugar، يعني وضع أخذ، أخي وضع الملح
بالشاي بدل السكر. هنا نختار بوت. My brother drops، أخي يسقط، drops يسقط الأشياء، and trips ويبعثرها. إذا طلاب trips، drops و trips. My brother falls، إذن أخي سقط، in the hotel pool، حوض السباحة، مع الفندق. Then he slips، هي سكب الشراب وانزلق slips، شوف slips، عفو spills وslips، سكب وانزلق، جدا كلمات متشابهة. إذن هو سكب الشراب وانزلق بالحوض. هذه طلاب كل الأسئلة الخاصة بمرشحات الفصل الثاني أو اليونت الثاني للغة الإنجليزية. راح ناخذ بعد أسئلة مرشحة لباقي اليونتات. كل ما هنالك تتابع السلسلة طلاب، سلسلة ورقة وقلم، راح تلقى نفسك أنه ماخذ درجة كاملة باللغة الإنجليزية. كل هالأوراق راح تلقاها بقناتي على التليجرام، رابطها موجود أسفل وصف الفيديو. إذا تحب تتابعني وكذلك معرف التليجرام، إذا تحب تسألني أي سؤال أنا حاضر. شكرا لكم، مع السلامة.